من أبرز علماء الشيعة في القرن الثالث الهجري، مؤلف كتاب المحاسن في الحديث، هو أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي البرقي. البرقي نختار البرقي. كتاب عظيم. عندنا مثل عراقي يقول مو كل مرة تسلم الجر. تسلم الجر. بس هاي سالمة الجر. البرقي. المرة سالمة. أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي هي الإجابة الخاطئة. ما إجابتكم صحيحة فمبارك لكم الدرجة الكاملة في الجولة الأولى. الحمد لله. بس بعد عندنا جولة ثانية وجولة ثالثة.